كابتن اشرف توفيق. خلينا نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن احمد الجرحي. الكلمه ليك كريم. بجد التحية ليك من جديد يا كابتن هيثم السعيد، واكيد كل الشكر لزميلتي سلوى وكابتن اشرف توفيق. انا معايا طبعا المدرب العام لفريق النادي الاهلي كابتن احمد الجرحي. ببارك لك طبعا يا كابتن احمد، يعني المباراه كانت صعبه والتحضير ليها كان جيد جدا، تعثرنا في المباراه الاخيره بالنسبه للمباراه الماضيه على ما اعتقد، يعني زود الضغوطات شويه، لكن لعيبه النادي الاهلي ادت اداء مميز والقراءه كمان الفنيه واضحه قوي من السكور. كابتن احمد كلمنا على المباراه، تقييمك ليها. والله برحب بيك كيمو وبكابتن هيثم وضيوفه. لا، مباراة سموحة من الفرق الستة الكبار، دايما اللي مبارياتها مع كل الفرق ايكوال جيم، ماتشاتهم صعبة دايما. الهزيمة في الدور الاولاني طبعا كان عندنا نقص كبير قوي في الصفوف هناك، وسموحة اوريدي على ملعبهم فرقة قوية، حتى لو انت كامل المباراة بتبقى قوية هناك، فكنت ناقص كتير جدا. النهاردة الحمد لله السكور وصل 27 بونت والدنيا كانت ماشية كويس، واستعدينا المباراة درسناهم كويس، عارفين شغلهم وهم عارفين شغلنا برضه، خلاص كلنا بقينا حافظين بعض، بس اشتغلنا عليهم كويس الحمد لله. الماتش كان معظم فترات المباراه يعني كانت سهله، والحمد لله اخذنا البونتين هم الغرض من المباراه الحمد لله. في باد لك بيقابل فريق النادي الاهلي في الاصابات، يعني وده بيحمل شويه الجهاز الفني، اللي انت لازم تشوف بديل وتوفى عناصر وتلعب، ازاي اشتغلت مع الامر ده؟ لان الوقت كان حساس جدا يا كابتن احمد، لكن مع الوقت الحساس ده في لعيبه مميزه وفي النادي الاهلي بمنحدر، ودي اللي احنا بناكد عليها كل مره. والله الاصابات دي حاجه صعبه جدا، يعني بقول لك ما لعبناش جيم واحد غير تقريبا مباراه الزمالك الاولى في دوري مرتبط، الحمد لله كنا كسبناها 25 بونت، ده الجيم الوحيد اللي لعبناه كاملين من اول الموسم، ما فيش ماتش تاني لعبناه كامل. معانا جهاز طبي ما شاء الله، دكتور هيثم والدكتور احمد والدكتور اكرم ودكتور شريف بيجي معانا في بعض الاحيان، ومحمد عيسى، كلهم بصراحه عاملين اللي عليهم زياده في ان هم يرجعونا اللعيبه. الحمد لله، يعني دلوقتي الحمد لله بنسبه 90%، اتمنى فاضل لنا محمد مصطفى بس نزل التمرين، بس كان جاله التواء في الكاحل كده بسيط، ان شاء الله يكون معانا في التمرين بكره، وان شاء الله يعني المهم بقى اللي يبقى في شهر 5 و6 كامل الصفوف، هيبقى يعني ان شاء الله ليه حظوظ ان هو ينافس بقوه. كل اللي فات ده الحمد لله يعني عدى بقى بحلو وبمره، احنا ماشيين الفتره اللي فاتت دي كويس الحمد لله الاخيره، وفاضل ماتشين في اللي رايح جاي، مش عايز اقول لك يعني مش فارق معانا المركز اللي هنفنش بيه اللي رايح جاي، لان فعلا هو فعلا مش فارق معانا قوي احنا هنقابل مين في دور الثمانيه او هنقابل مين في دور الاربعه او الفاينل، لان اللي عايز ياخد البطوله لازم يكسب ده بيست، يعني انت يا بتكسب يا بتخسر عشان تكمل، فهتلاعب سين هتلاعب صاد كله زي بعضه عشان تاخد البطوله، فان شاء الله احنا بنركز على احنا فين وعايزين نروح لفين، مستوانا ايه، الفرقه تكتمل، احنا غلطاتنا نعالجها، طول ما هنطمن على مستوانا مش هتفرق معانا الاسم اللي هنلعبه ان شاء الله. انا عارف ان في شغل بالجانب النفسي تحديدا كابتن احمد كابتن اشرف مع اللعيبه، لكن مطلوب ايه يا كابتن احمد من اللعيبه الفتره اللي جايه الاستمرار على الاداء ده، لان المرحله اللي جايه مرحله صعبه ومحتاجه حسم كبير جدا لكل المباريات اللي جايه. والله صدقني مش هقدر اطلب منهم حاجه، لان هم فعلا متحملين المسؤوليه، عارفين هم بس صادفهم باد لك في الاصابات الكتير، هطلب ان شاء الله يعني هطلب من ربنا ان شاء الله ان هو يعني ان احنا ان شاء الله يخلي اللعيبه بأتم صحه عشان ان شاء الله يلعبوا كاملين في المباريات الجايه. اللعيبه مش عارفه التيشيرت اللي لابساها دي تيشيرت مين، عارفه ان هي المفروض تموت نفسها عشان جمهورها، عارفه ان هي البطوله دي بتاعه الباسكت، بطوله الباسكت دايما غاليه على جمهور النادي الاهلي، وهي دايما بتبقى يعني مقياس دايما للنادي، يعني ان هو شغال بطريقه كويسه، لان بطوله الباسكت زي ما انت عارف يا كريم صعبه، انت بتلعب مع 6 فرق اي حد فيهم ياخد الدوري، عشان ابقى واقعي يعني على الاقل في 4 اي حد فعلا ياخد الدوري، كل الفرق محترمه، كل الفرق اجهزتها الفنيه محترمه، محتاجين ان شاء الله توفيق ربنا ودعوات الجمهور وان هم يساندونا، وان شاء الله باذن الله نقدر نجيب بطوله باذن الله. ربنا يخليك، ربنا يخليك كريم. بنشكر اكيد من جديد الكابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الاهلي، تصريحات مهمه جدا يا كابتن هيثم، بالتاكيد يا رب بنتمنى ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي ويستمر رجال كره السله في سلسله الانتصارات، ومنها ان شاء الله الوصول للمباراه النهائيه في بطوله الدوري العام. عوده ليك من جديد والكابتن هيثم السعيد.